السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. نقولكم مرحبا بكم في قناة شوبير دي زاد. اليوم الحصة تاعنا وغادي نتكلموا على تطور مفاجئ يقرب قويري من تمثيل الجزائر، إذ تحركت الاتحادية والمدرب انا المعلومات اللي عندنا ضروق كيما راني نهضر لكم مازال ما بان والو، هذه من عند الاب تاعو. راني نقول لكم الحقيقه مازال ما بان والو. وين قويري ينتظر؟ قويري وين راه ينتظر؟ خاصه وين راح لذان راه ينتظر في المنتخب الوطني، وبشهاده تاع بابا هدرها في 2019. الناس اللي كانوا يتهجموا علينا ويهايلوا هدرها في 2019 بلي ولدو باغي ولدو يجي يلعب في الجزائر، قال لك انا ولدي 2022 يكون في الجزائر. بصح ما الله غالب، فلسفه مشينا عليها دخلتنا في حيط، لو كان روحنا جبنا الصح يعني ولعبنا بالصح كنا في الكوب دي موند، تاع منتخب كومبلي ما عنده صانع العاب باغي تروح تواجه انت بتجيب كوب دي مون، انت صانع العاب ما عندكش، دير حسابك كوب دي مون 3 ماتش تلعبهم في سيمانه، حدك تكملهم في سيمانه، في 10 ايام تكون مكمل 3 ماتش، تلعب بالبرومي وتلعب بالسيس وتلعب بالديس 10 ايام. هذه غير مثال عطيتها لكم، لا دات هذه برومي السيس الديس تكون مكمل، نتا لعابه نتا اللي كنت تدايهم ينجموا يلعبوا في اعلى نيفو، خاطش الريتم كبير، والله لا ولات قاضبت ليغامو تسيبو مخرجو لك بليغامو، كل واحد تسيبو قاضب لك بخاضو خارج. انت غلط، كنت غلط، انا اقول لك كنت غلط غلطه كبيره. كوب دي موند يلعبوا لها، خلينا كاين كوادر، في بعض المنتخبات تسيب لعابه كبار، تسيب 3-4 كبار، بصح الأغلبية تسيبهم زي صغار، حسن الأغلبية تسيبها من 24 وهود التحت. شوفوا غي حنا كيفاش روحنا الكوب دي موند تاع 2010 كيفاش روحنا، وعاودنا جددنا 2014 كيفاش روحنا. حنا يا لونتينار تاعنا لعابة من 2010 قاعدين. شوف نقولكم كلمة، أنا والله العظيم أمنوني بالله وهدرتها، ما الحمد لله يا ربي هدرتها، بلي ما على بالي تم واحد هدرتها نهار اللي دار قائمة تاع بغينا نلعبو مع الكاميرون. كي شفت قديورة، ماشي نكره قديورة، لازم تفهموا، كمل قديورة لعب دورة واحدة بر قديورة من 2017 تجد 2019 لعب دورة واحدة شابة كيما هو كي بن عمري كي هادو لعبوا دوره واحده برك تاع دوره فيراج، ولي هاني فيراج دي دوره وعاود ولي بلاستيك. هذا مكان مليهاش عندنا قديوره، ولا خطا يخرج بالحمراء، خطا يدخل في واحد يطيره، خطا يدخل بنات تكمل وحده. بعد راح جابه مبليسي من التروازيام ديفيزيون، مبليسي بغينا نروحو كوب دي موند. في غولي جزائر كومبلي نشوفو فيه مبليسي لعب كونتر البارسا سيريلي موراها تبليسا ما لعبش 3 ماتش، ومن بعد جابه بغى يلعبه. وين انت كي يسمو هذاك عطال من 11 ابريل ما عاودش ولا حتى 17 مارس، وين 18 مارس لعب 11 دقيقه حطها في الورقه عيط له تب. اي بزاف صوالح بزاف، وين نعاود نولو وين يظل المهاجم الشاب امين قويري المحترف في نادي نيس سابق، يعني وين راح الان احد ابرز الاسماء المرشحه للانضمام الى المنتخب الجزائري في المرحله المقبله، رغم ان التقارير الاعلاميه السابقه كانت قد اكدت ان رغبه اللاعب في الانضمام الى المنتخب الفرنسي، لكن ما كاش الحقيقه. الناس هدرت، انتوما شفتوا لعاب هدر
توما شفتو لعاب هضر، لعاب ما هضرش كانوا يطلقوا الدعايات، كذاك مومن يطلق دعايات يدير دي ستارتي يطلقهم وتصيب هذوك العاهره التوالا تاع اليوتيوب، يخدموا احداث يخدموا احداث يدمروا صحيح. ويرى التقرير ان هذه الخطوه تعتبر رجوع الى الوراء، كون ان النادي ران يعني وين وقع في النادي ران على مستوى النتائج منذ بدايه الموسم الجديد، مما يعني ان أغويري سيبتعد اكثر عن اهتمامات المدرب ديدي ديشو الذي يستهدف دائما ضم لاعبين ممارسين في الانديه الاوروبيه الكبيره. ومن غير مستبعد ان يفتح المدرب المنتخب الوطني الجزائري الى ابغى الى ما كاش منيربي مجدد باب من باب مجدد امام امين غويري الذي تنحدر اصوله من ابويين جزائريين، اذ ان عمليه ضمه ستكون اسهل كلعاب من نادي ران اكثر مما سيكون الحال عليه وهو محترف مع فريق كبير، مع العلم ان اسمه كان قد ارتبط سابقا بأندية عملاقة مثل ريال مدريد باريس سان جيرمان وجوفنتوس. حنا ما نحوسوش نساهموا، حنا اللعاب هذا ما لعبش مع فرنسا ماذا بينا يجي. حنا الناس كان يقول كل هذا كان باغي يروح يلعب مع فرنسا، يا ودي كاع الناس يا جماعة بالماضي كان يقرا على فرنسا تعيط الحوا ولا هو قالها فمو. انا شو واحد قال لي عطينا الدليل باللي قالها، واش غادي نقول لك دروك؟ انا نقول لك باللي قالها كان يسوق في لوطو دار الانترفيو وهدرها، واش غادي نقول لك؟ نقول لك باللي فاني كيسموه في غولي ابراهيمي غولام هذوك كانوا يقارعوا له فرنسا، بصح جاوا الجزائر سبحان الله، جاوا الجزائر راه في الجزائر. اش غادي نقول لكم؟ حنا دروك هذو اللاعبين جزائريين من حقهم يجوا يلعبوا في الجزائر، ناس الناس يتقصر يتقصر باللي يا ودي لازم كي يزيد يسني مع الجزائر، هم باغيين كيما هكا باش يزيدوا يصعبوها لهم شويه. هيا كي يزيد لازم كي يزيد شكون طفله ولا طفل؟ طفل سنيتو مع ليكيب ناسيونال باغيين كيما هكا، بصح هذه مكاش، هذه مكاش، هذه ما غاديش تكون كاينه للاسف. هذه هي على اللي نقولوا بلي ودي اليوم وين هذا اللعاب، يعني نقولوا بلي اللي يستاهل باش يكون مع المنتخب الوطني الجزائري، خاطر لعاب نحتاجو. هذه هي ضخ دماء جديده كي نتكلموا، وين ضخ دماء جديده بمعنى الكلمه، هذا هو هادو هو يكونوا يعني نقولوا بلي ضخ دماء جديده حقيقيه، وين خاصة وين لونترينار إلا باغي يخدم وين إلى إعداد فريق شاب يستطيع إعطاء للمنتخب الوطني في السنوات القادمة، وين شأن وين المدرب دائما وين كان يبحث عن أسماء جديدة مميزة لضمها في الفترة الحالية خاصة المحترفين في أوروبا، لكن المدرب يبقى يعني نقطة ضعف تاعو هي عدم التواصل مع اللاعبين كبار يعني أصحاب مستوى أول، يبقاو مستوى أول. واحد قال لي عطل، قال لي عوار ما راش يلعب، واحد يا بصح يبقاو مستوى أول. ويا المهاجم نادي ران أمين غويري أبرز أسماء المرشحة للانضمام للخوض، خاصة في ظل تراجع فرصته في الانضمام إلى المنتخب الفرنسي. الناس كان يقول لك فرنسا، أنا ما شفتوش هدر، كشف موقع فوت عن اتفاق بين غويري ونادي ران الفرنسي للانتقال، وين انتقل إليه في فترة الانتقال الصيفية الماضية. يعني وين نقولوا بلي قال لكم ران ما راهوش من نادي ومنادي مستوى تاعو راه طايح، هيا صح معليش، انتوما تعيبوا على الانديه في اوروبا وناسين لهنا بلي انصار جاوا يدخلوا طيحوا باب ودخلوا. خلونا شويه نتعلموا شويه، نتعلموا كيفاش نعطوا التحاليل ونعرفوا كيفاش نتكلموا ونعرفوا. لعاب هذا يبقى لعاب ابوي، انا لعاب هذا نقادره ويبقى لعاب، ونتمنى من المدرب يروح ينيغوسي يشوف معاه ويهضر معاه وكلش. ماشي الاتحاديه في الجزائر مدرب في قطر ولعابه في اوروبا ماشي عارفين اش تا كاين،
هذه هي هذه الغلطة تاعنا حنايا. بلا ما تنساو اعطونا جيم كومونتير وبارطاجوا الفيديو ان شاء الله بربي، ونكونوا معكم ديما بجديد، وربي يحفظكم. صحيتو خوتي.